جدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الثانية النهاردة، واللي هنتكلم فيها عن قصة نجاح صانعة نجوم السينما اللي في الحقيقة ليها بصمات كتيرة وباع كبير في عالم السينما وساهمت فيه الارتقاء بالثقافة السينمائية وتعليم فنون السينما لكتير من الأجيال. يمكن قريبا منذ أيام قليلة وخلال شهر رمضان المبارك تم تكريمها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجائزة المثالية كنموذج مضيء ومشرف الحقيقة وملهم للمرأة المصرية، وده يمكن كان ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية. دكتورتنا وضيفتنا النهاردة نجحت في تعليم أجيال كتير من السينمائيين سواء من خلال عملها كأستاذة للمونتاج بالمعهد العالي للسينما أو من خلال تأسيسها وإدارتها للمدرسة العربية للسينما والتلفزيون عن بعد، وهي في الحقيقة أول مدرسة عربية تخصصت في تدريس السينما على شبكات الإنترنت. رحبوا معي بضيفتي في الاستوديو الدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما. أنا برحب بيك يا دكتورة منى ورانا فنون القمة. كلك ذوق حبيبتي. الحقيقة أنا مستضيفة مسيرة حافلة من الإنجازات ومن المناصب والجوائز. كلميني عن رحلتك، حضرتك كنت خريجة الدفعة الثالثة من معهد السينما بالزبط. وكان في بنتين يمكن فقط في هو أنا والدكتورة رحمة منتصر بس. كلميني عن الرحلة دي وبدايتها. هو البداية أنه زي كل أي واحد دخل ثانوية عامة وقدمت في التنسيق، جالي التجارة الدولية أو اللي في الزمالك الخارجية التجارة الخارجية وأنا كنت حزينة جدا ومتضايقة جدا ومش عايزة. فدكتور أسعد نديم خالي أستاذ في الجامعة الأمريكية قال لي على فكرة ده في معهد جديد بقاله سنتين بس بيدرس فيه الأستاذ صلاح أبو سيف، هو ابن خالة والدتي، والأستاذ سعد نديم اللي هو أخ والدتي يعني خالي اللي هو رائد السينما التسجيلية في مصر يعني. فإيه رأيك ما تقدمي فيه بس؟ وكانت الشرارة اللي دخلت منها اللي يعني بدأت بها الرحلة. بالزبط. على ذكر صلاح أبو سيف كان يمكن من ضمن لجنة التحكيم في تقديم حضرتك للمعهد. بالزبط. وتدربتي معاه في أفلام بالزبط مختلفة. بالزبط. بالزبط. كان بيدرس لي يعني، وفي سنة ثالثة كان جاب لنا سيناريو ريا وسكينة وكل واحد خد مننا مشهد وصورناه وجبنا الممثلين وعملنا مونتاج يعني اتعلمنا فيه كويس قوي 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 الحقيقه. يمكن من فيلم الزوجه الثانيه من اشهر افلام صلاح ابو سيف حضرتك كنت مشاركه فيه ايضا كمتدربه في هذا. لا ده انت لو تعرفي بقى انا الزوجه الثانيه دلوقتي انا عندي صفحه في المدرسه عباره عن تفريغ الافلام من الشاشه مش من السيناريو، من الشاشه بفرغ لقطه لقطه صوره وحوار وموسيقى ومؤثرات. وبعدين بالنسبه انا ليه افتكرت الموضوع ده انه بالنسبه لفيلم الزوجه الثانيه انا جبت السيناريو الاصلي اللي كان ماسكه صلاح ابو سيف اثناء التصوير وعليه الملاحظات بتاعته بايد بخط ايده اخذته من ابنه المخرج محمد ابو سيف وعملت له سكاننج والمشهد مشهد حطيته قدام اللقطات اللي بتتكون منها المشهد دوت. قلت ايه؟ انه مثلا نفترض ان السيناريو بيقول سطر واحد في المشهد ده صلاح ابو سيف مصوره في 20 لقطه. انا عايز اقول للطالب انه شوف المخرج قد ايه بيخلق من الخيال ويبدع من الخيال ما يعبر عن هذا السطر. جدا يعني الحقيقه الطلبه استفادوا جدا من الموضوع ده. حضرتك بما انك عاصرتي رواد في مجال السينما حضرتك رأيت ايضا في يعني شكل اخر من خلال إضافة تقنية التلفزيون لمعهد السينما وده وقتها كان حدث يعني. بصي أنا رائدة بس أنا صغيرة في السن خلي بالك. طبعا الريادة ملهاش سن. والنبي. أيوة يعني إدخال التقنية إحنا أول اتنين في المونتاج في معهد السينما هو أنا ورحمة والحقيقة المسيرة ابتدت من هنا.
كان في معارضات ويعني افكار انه التلفزيون وال يعني الفيديو وكده ادخلها لمعهد السينما دي فكره مش ما لقتش. لا لا انا اصلي في سنه 73 جوزي الله يرحمه كان اشتغل في بيروت في لبنان خبير في الاستراتيجية الإسرائيلية العربية العسكرية. هو مش ضابط، هو باحث استراتيجي وعمل مجلة اسمها الفكر الاستراتيجي العربي، كان رئيس تحريرها وكان بيشتغل هناك، فأنا والولاد رحنا له يعني. وبعدين بعد كده اشتغلت في مؤسسة السينما الفلسطينية، وبعدين أستاذة في الجامعة اللبنانية، وبعدين رئيسة قسم المونتاج في التلفزيون اللبناني. عظيم. فأنا كنت بشتغل سينما، كان أول ما رحت كان سينما سنة 73، كان كل الأفلام سينما وأنا بعمل لها مونتاج. بعدين على أواخر السبعينات أوائل الثمانينات مدير التلفزيون قال لي إحنا هنغير وهنبقى فيديو خالص، وأنا قلت يا نهار أسود، وأنا ولا أعرف يعني إيه فيديو تغير ولا أعمل العصر. الحقيقة كان في مشكلة، وبعدين في الآخر جوزي قال لي عيب عليكي بقى كل الهيلمان اللي انت فيه ده وكل الثقافة اللي عندك وتقولي خايفة من الفيديو، ايه الكلام ده؟ وحياتك نزلت اشتريت كتب وذاكرت من أول وجديد في الفيديو والمونتاج وجرب وعمل وتعرفت على الفيديو من أوسع أبوابها. لما رجعت مصر لقيتهم ما بيشتغلوش فيديو، ما بيدرسوش فيديو خالص في معهد السينما. وفي نفس الوقت التلفزيون المصري رافض تمام يخلي طلبة المونتاج بتاعت المعهد انه يشتغلوا عندهم في المونتاج عشان ما يعرفوش فيديو. فانا قررت انه لا احنا هندرس فيديو. ووضعت اللبنة الاولى بالظبط لكل كل التخصصات، مش بس المونتاج، كل التخصصات. عظيم جدا. هنتكلم عن المدرسة المهمة جدا، المدرسة العربية للسينما، لكن حضرتك زي ما أشرت في المقدمة تم تكريمك مؤخرا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان المدرسة. عشان المدرسة. وأكيد عشان الرحلة الطويلة. كلميني عن إحساسك وشعورك لما جالك الدعوة، وكلنا تابعنا كان في كده يعني همس، حضرتك همستي في ودن يعني الرئيس بكلمات. لا قلتي ايه يا دكتور؟ لا انا ما كنتش مصدقه. قلت له انت بتهرج. لما حد كلمني قال لي حضرتك الرئيس هيكرمك، قلت له لا معلش انا مش بهزر. فقال لي يعني ايه والله بتكلم جد؟ قلت له لا انا مش مصدقاك، طب اعمل ايه عشان تصدقيني؟ طب ليه كنتي مستبعده يا دكتور؟ يعني انا فوجئت بالحكايه الحقيقه، فعشان كده ما جاش في بالي. لكن حضرتك تستحقي يعني. يا ريت. يعني كان ايه بقى يعني الكل كان بيتساءل، حضرتك كنت بتقولي ايه للسيد الرئيس؟ كنت بقول له ان انت ما بتزورناش ليه يا ريس؟ فقال لي ازوركم فين؟ قلت له هو انت مش بتحب السينما؟ قال لي جدا بحبها جدا. طب يا عمي طب ما تيجي تزورنا بقى. قال لي ازورك فين؟ قلت له في اكاديميه الفنون. قال لي دي فكره هايله، انا بعد العيد لازم افكر في كده ولازم اجي لكم. دايما دايما في استجابه. بس انا بقول ان وعد الحر دين عليه، يعني لو الرئيس ما جاش زارنا هبقى زعلانه جدا يعني.